بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله اليوم راح نتكلم في درس جديد عن الفطريات وفائدتها للإنسان، الجزء الثاني. طبعا للفطريات أهمية اقتصادية كبيرة جدا، وفي بعض الفطريات اسمها الفطريات الطفيلية. طبعا هذا النوع تؤذي الإنسان ومحاصيله، مما قد يبيد مساحات واسعة جدا من المحاصيل الزراعية. مثل هذا النوع أنواع كثيرة جدا، مثل فطر البياض الدقيقي، وأيضا نوع آخر اسمه صدى القمح أو تعفن اللحوم أو تعفن الخبز. مع ذلك هنالك فطريات تسمد التربة، يعني تنتج أسمدة خاصة للتربة تفيدها كثيرا. أيضا من هذا النوع الذي يسمى التربة يحلل الكائنات الميتة. أيضا الفطريات التي تستعمل لتخمير الخبز، هذا النوع مفيد جدا للإنسان، ما نقدر نخمر الخبز إلا بالفطريات والبكتيريا. أيضا الكعك أو صناعة الخمر، في بعض العلماء يعني اخترعوا طرق لصناعة الخمر عن طريق الفطريات، وطبعا هي هذه مضرة جدا للجسم، بس عندهم هم اللي يذكرونها، يعني يحسون انها مهمة او مفيدة، بس نحن كمسلمين نحسها انها مضرة جدا على المجتمع وعلى الانسان. ايضا كذلك في بعض الفطريات تنتج مضادات حيوية تستعمل لمعالجة امراض بكتيرية، نقدر نقتل البكتيريا بالفطريات. الى هنا انتهى الدرس، هذه اهم المعلومات البسيطة جدا في اهمية الفطريات الجزء الثاني للانسان واضرارها. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، ان شاء الله نشوفكم في درس لاحق.